بسم الله الرحمن الرحيم. رح نكمل حل exercise بدرس الميكانيكال actions. صرنا ب exercise 8 page 156. بهذا الاكسرسايز بيقلي the foot of a player, اجره للاعب, kicks the ball, ضربت الطابة at point A. في point A يعني في احتكاك صار بين اجره للاعب وبين الطابة, هي point A. بيقلي give the characteristics of the force exerted by the foot. عطيني خصائص الفورس. نحن قلنا بس يقلي خصائص الفورس, في عندي أربع فورسز. شو هني هول أربع فورسز؟ يعني قبل ما أحدد شيء عندي بس بدي أعرف شو هني هول كاركترستكس قبل ما أحددهم. عندي البوينت أوف أبليكيشن, في عندي اللاين أوف أكشن. دايما بس يقلي كاركترستكس بدي أكتب له هول أربع, وفي عندي الدايركشن, وفي عندي الماجنتيود. هول أربع كاركترستكس. هلأ بعدين بيحدد لي هو لأي فورس عم يحكي. Give the characteristics of the force exerted by the foot على البول, يعني exerted by the foot. في عندي force, وين الفورس؟ بتبلش من هون هيك, يعني على سوات الإجر جاي. هلا هو شو عم بيقلي؟ بيقلي its magnitude, يعني عطاني الماجنتود اللي قلها 250 نيوتن. بس شو قال لي؟ along a line making 30 degree with the horizontal. يعني أنا في عندي horizontal هون, خليني أرسمها بلون تاني. في عندي هون هوريزونتال, هي عاملة 30 ديجري مع الهوريزونتال, يعني هي مايلة عاملة 30, يعني أعلى من الهوريزونتال ب 30 درجة. هون عم يقول لي أول شيء ليست ذا كاركت أو جيف ذا كاركترستكس. عندي البوينت أوف أبليكيشن, من وين بلشت هيدي الفورس؟ من نقطة A. هو حدد لي إنه هاي نقطة A. اللاين أوف أكشن, اللاين أوف أكشن شو اتفقنا إحنا؟ يا بيكون مثلا هوريزونتال, يا بيكون مثلا فيرتيكال, أو بيكون أوبليك مائل. هون شو جاي معي؟ جاي مائل, بنقول له أوبليك. بس بما أنه هو حدد لي قديش أوبليك, فبقول له أنا بقول له above the horizontal, هو أعلى من الهوريزونتال. above the horizontal by 30 degree, بما أنه هو حددها. يعني الدايركشن اتجاهها لوين رايحة؟ للرايت. بس رايت شو؟ تقريبا رايت ابورد, مش بس رايت, لانه هو مش لتحت نازل. لانه انا شو في عندي الدايركشن؟ في عندي رايت, في عندي ليفت, في عندي الابورد, في عندي داونورد. اذا جاي مالي هيك شو بتصير؟ بتصير جاي رايت وابورد, هاي المالي, هاي الدايركشن بتصير. والماجنتود 250 نيوتن. بالبي شو بيقول؟ البي هون جاي بهالصفحه, درو ا دايجرام ريبريزنتينج ذس فورس يوزينج ا سكيل. يعني بالبي اعطاني سكيل, قال لي كل 1 سنتيمتر فور 100 نيوتن. هو قديش عطيني؟ 250 نيوتن. فبدي اعرف كم سنتي بدي ارسمها, لانه قال لي ارسمي لي اياها لهي, كم سنتي بدي ارسمها. فبعمل كريس كروس. شو بقول له؟ بقول له عندي 200, عندي 1 سنتي ضرب, يعني نبلش بالواحد, 1 سنتيمتر تايمز 250 نيوتن على 100 نيوتن. تروح نيوتن مع نيوتن, شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي السنتي, بنضربهم ببعض او بنضرب ونرجع بنقصهم, بيطلع عندي 2.5 سنتيمتر. يعني انا لما بدي ارسمها مائلة بدي ارسمها 2.5. طيب كيف بدي ارسمها؟ ما هو قال لي ارسمي لي اياه. فانا شو برسم له؟ بدي الفورس ارسم انا, صح؟ الفورس شو بدها تكون؟ في عندي مثلا هاي الطابة هون هيك. الفورس من وين حدد لي اياها؟ من هون, هاي نقطة A. شو بدها تكون؟ انتبهوا, في خط جالس بده ينرسم, هذا الهوريزونتال, لازم تكونوا دقين. هذا الهوريزونتال ما بيهمني, فخليه مخطط مثلا. بما انه قال لي ارسميه فانا لازم اكون دقيقه فيه. بما انه قال لي 30 درجه فانا لازم استعمل البروتراكتر, لازم استعملها من نقطه A. من نقطه A بدي ارسم, لازم تكون, انتبهوا, الصفر على الخط, 0 10 20 30. انا عندي 30, بعدين شو بعمل؟ برسمها. وقديش بدي ارسمها؟ مش هاي كلها بدي ارسم, بدي ارسم بس 2.5. يعني انا بحدد هيك على الرسمة, بحدد لعند النقطة وين, هذا الخط اللي بدي اياه انا, هذا الخط اللي بدي ارسمه. عندي سنتي 2.5 لهون, بس لهون, ها هي الفورس. هون شو بكتب له؟ 2.5 سنتيمتر. طبعا بكون كاتبت له هاي العملية لانه مطلوبة مني. فهيك بكون دقيقة رسمتي 100%. هيك نكون خلصنا هذا الاكسرسايز, بنكمل الاكسرسايز الثانية بفيديوهات ثانية.